بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين، حبيب إله العالمين، المسمى بالسماء أحمد وبالأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. أعزائي المشاهدين، نتابع معكم في هذه الحلقة من قصص القرآن قصة نبي الله إدريس عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي كان نبيا ورسولا أرسله الله إلى قوم من الأقوام، ولعل ذلك القوم كان في مدينة بابل في العراق. ولكن حقيقة مسكن إدريس كما تكلمنا في الحلقة السابقة كان في بيته، وهو ماذا؟ مسجد السهلة. في هذه الحلقة نتكلم حول حقيقة تلك البعثة، أو بمعنى حري آخر، كيف كانت دعوة نبي الله إدريس حول بعثته إلى ماذا؟ إلى قومه. كيف كانت بعثته؟ هناك رواية لقد ذكرها جل من العلماء، منهم الكليني في الكافي الشريف، والصدوق في كمال الدين وإتمام النعمة، والعلامة المجلسي في بحاره، وكثير جدا من مؤرخي الخاصة يتحدثون عن هذه الرواية الطويلة عن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. فيقول مولانا الباقر عليه السلام في حقيقة دعوة إدريس عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الله عز وجل بعثه إلى قوم من الأقوام، وكان في ذلك القوم جبار من الجبابرة، ملك. هذا الملك كان طاغيا، كان جبارا، كان يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى عبوديته، يدعي الألوهية. فينقل مولانا الباقر عليه السلام أن ذلك الملك مر بأرض كثيرة الأشجار، مضطربة الأنهار، فأحب تلك الأرض فسأل عن صاحبها، فجاءه مالك تلك الأرض. فيقول مولانا الباقر عليه السلام: وكان مالك تلك الأرض من الرافضة، يعني الذين لم يؤمنون بذلك الملك. فسأل قومه أو أصحابه: من مالك هذه الأرض؟ فقالوا له: عبدتك أيها الملك، يعني من الناس اللي يعبدونك، ولكن لم يعلم أنه ماذا؟ من الرافضة الذين يعبدون الله عز وجل. فوقف بين يديه وقال له: أتجعلني أن أسوم هذه الأرض؟ اشتريها. قال: له ما أقبل، هذه الأرض تعيلني وتعيل عيالي وأبنائي ومن يحوط بي. فقال له: إذن بعني هذه الأرض. بعد ذلك ساومه على أرض أخرى، لكن ذلك الرافضي المؤمن أبى أن ماذا؟ أن يساوم ذلك الملك الجبار. فرجع الملك إلى قصره حزينا، فجلس مع زوجته، وكانت زوجته من الأزارقة، يعني ماذا؟ من الخوارج، من الناس الذين هم أشداء، من الظلمة. ويقول الإمام الباقر عليه السلام: وكان لها رأي عند الملك، أولئك الأناس الأشداء الظلمة. ويقال أن، يقول مولانا الباقر عليه السلام، أن الملك كان يأخذ برأيها وبشورها، فجاء وتكلم معها وأشارها على ذلك الرافض الذي أبى أن يؤجره أو أن يبيعه أو أن يبادله على تلك الأرض. فقالت تلك الزوجة: دع هذا الأمر لي. قال لها: وماذا تصنعين؟ قالت: أجمع مجموعة من ماذا؟ من جماعة الأزارقة، فيشهدون على ذلك الرافضي أنه لا يعبدون الملك. ومشت هذه المرأة على هذه السيرة، وشهدوا أولئك على أن هذا الرافضي لا يعبد الملك، وأقيمت عليه الشهادة، فجاءوا به وقاموا عليه الحد وقتلوه، وشردوا عياله وغصبوا أرضه وطردوهم. هنا فأوحى الله عز وجل إلى نبي الله إدريس
عن طريق جبرائيل عليه السلام قائلا له: يا جبرائيل انزل إلى إدريس وقل له أن يذهب إلى ذلك الجبار ويحذره غضب الله عز وجل، وأن ذلك الغضب سيقع عليه. وقال له: قل له أن الموت سيأتيك وأن زوجتك سيأكلها الكلاب. فجاء إدريس عليه السلام ودخل على مجلس الجبار وقال له: لقد جئتك من إله السماء الإله الواحد القهار، وإني ماذا أبلغك؟ أن العذاب سينزل عليك وعلى قومك وعلى من اتبعك وعلى زوجتك، واعلم أنها ستأكلها الكلاب. وخرج إدريس عليه السلام. يقول هنا الإمام الباقر عليه السلام: وإذا بالملك قام إلى زوجته: ماذا أصنع؟ إن إدريس يحذرني غضب الله عز وجل، غضب ماذا؟ إله السماء. فأشارت عليه زوجته أن يبعث إليه مجموعة من الأزارقة فيقتلونه حتى ماذا؟ حتى لا يبقى أثر وحجة لله عز وجل. فخرج إدريس عليه السلام إلى مجموعة ماذا؟ من الموالين إليه، اللي يعبر عنهم الباقر من الرافضة، كان يجالسهم وكان لهم أعداد معينة، يقال 40 أو أكثر من ذلك، وكان يجلس معهم. ففي تلك الليلة بعد ما انصرف إدريس جاء الأزارقة حتى يطلبونه ويقتلونه، ولكن إدريس لم يكن موجودا فانصرفوا. فجاءوا إلى إدريس وأبلغوه أصحابه، أبلغوه أن ماذا؟ أن الملك الجبار يريد أن يقتلك. فهنا إدريس رفع يده إلى السماء وطلب من الله عز وجل أن: يا الله، أنت الذي بعثتني إليه، والآن هو الآن يطلبني وماذا يريد أن يقتلني. فهنا الله عز وجل قال: يا إدريس، لك أمنية، لك حاجة أطلبها، واعلم أن هذه الحاجة ستقضى. يقول مولانا الباقر عليه السلام: فرفع يده إدريس إلى السماء ودعا أن ماذا؟ أن ينزل العذاب على ماذا؟ على أولئك الأقوام، وأن يمنعهم خير السماء. بعد ماكو لا مطار ولا شيء، حتى ماذا؟ حتى جفت أنهارهم وينابيعهم ونزل عليهم العذاب، فقتل الملك الجبار وخرب قصره، وبعد ذلك جاءت الكلاب وأكلت زوجة الجبار. في تلك الأثناء إدريس عليه السلام أخذ يسيح في الجبال يتعبد الله عز وجل، صائما في النهار قائما في الليل. في كل ليلة حينما يدني وقت الغروب كان ينزل إليه ملك ويقدم له مائدة من الجنة، إلى أن مرت السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، إلى أن مر 20 سنة وماذا؟ وأهل بابل قد أصيب ماذا؟ بالجفاف، بالفقر، بالجوع، حتى ماتت الناس. فلجأوا إلى ماذا؟ إله إدريس، وكان يعرفون أن إدريس عليه السلام هو الذي دعا إلى ماذا؟ دعا على أولئك الأقوام. فرفعوا أيديهم إلى السماء تضرعا لله عز وجل أن ماذا؟ أن يرفع عنهم هذا العذاب، وأن يذهب عنهم ذلك البلاء. ودعوا الله عز وجل، فهنا الله عز وجل بعث ملكا إلى إدريس عليه السلام قائلا له: يا إدريس، إن قومك طلبوا مني المغفرة وقد تابوا وقد قبلت لهم المغفرة والتوبة، وإن هذا الأمر إليك يا إدريس، فهل أنت قابل يا إدريس أن ماذا؟ أن أنزل عليهم المغفرة والتوبة؟ فقال إدريس عليه السلام: يا الله، إني دعوتهم إليك فلم يجيبوني، فلا تنزل عليهم المغفرة والتوبة. تقول الرواية: فبقي إدريس عليه السلام في ذلك الكهف حين دنو وقت الغروب، وفي تلك الأثناء فطلب إدريس عليه السلام كعادته الطعام في تلك الليلة، فلم ينزل عليه مائدة من السماء، فبات إدريس في تلك الليلة جائعا لم يأكل. فصام يومه الثاني، وحين وقت الغروب
لم ينزل عليه ذلك الملك الذي يقدم إليه الطعام. فبات إدريس الليلة الثانية جائعا. في الليلة الثالثة أيضا إدريس انتظر فلم ينزل عليه مائدة من السماء، فرفع يده قال: يا رب، أنا عبدك ونبيك ورسولك إلى قوم من الأقوام، يا الله لماذا منعتني خير السماء؟ قال له: يا إدريس، إن قومك قد دعوني فغفرت لهم، وإن هذه الحاجة إليك، إن لم تغفر لهم فماذا؟ فمنعتهم السماء، فانزل وعش معهم كما هم يعيشون. كأنما نوع ماذا من الاختبار إلى إدريس عليه السلام. يقولون فنزل إدريس عليه السلام ونظر إلى قومه وهم جياع يطلبون الطعام، فلا يجدون الطعام، لا يجدون الطعام. فدخل البلاد ورأى الناس قد هلكت، صابهم الجفاف وجرى ما جرى عليهم. بعد ذلك وإذا بالذي جرى أنه مر على دار ورأى فيه دخان، فعلم أن هناك تجهيز إلى الطعام. فرأى امرأة كانت تعجن العجين، فسألها: ماذا تصنعين؟ قالت: أصنع قرصين من الشعير، واحد إلي وواحد إلى ابني. فقال: لأشركيني في الطعام. فقالت له: لو أعطيتك قرصا إما أنا أموت أو ولدي يموت. فقال: أشركيني في قرص ولدك. يقول فقدمت القرص، قسمته، حينما نظر الطفل إلى ماذا؟ إلى ذهاب نصف قرصه، سقط من الدهشة ميتا. فقالت له: لقد قتلت ولدي. يقول هنا إدريس قال لها: إذن أنا أحيي. فوضع يده عليه وقال: يا روح ارجعي. فرجعت الروح وماذا؟ ورجع حيا. فقالت له: من أنت؟ قال لها: أنا نبي الله إدريس. قالت له: أنت الذي منعتنا من الخير، ألا تريد أن ينزل علينا الغيث؟ قال لها: إن شاء الله تعالى سأغيثكم وسينزل المطر عليكم وستعيشون برخاء. إن شاء الله إخواني وأعزائي المشاهدين، سنتابع حقيقة تلك القصة في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.